نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اليوم احنا تم استدعائي من قبل الشرطة بساعات الظهيرة، يعني كانت ورحت ظليتني استنى لعند المغرب تقريبا، المهم للتحقيق. فكان يعني الأسئلة بسألوني اياها ان انا عمالي قاعد بسوي تحريض في البلد. طب شو هو التحريض اللي حرضنا؟ قال انت على الواتساب حكيت انه لازم تسكر الشوارع في سلوان والى اخره. قلت له لا، احنا ما حكينا هيك، احنا في عنا مخالفات بلديه عمالنا نتخلفها طبعا، ولجأنا للمراكز الجماهيريه طبعا قبل تقريبا سنتين، ومراكز جماهيريه قالوا لنا بنلغي هذه المخالفات. طبعا المخالفات تبين انه ما التغت. فيما بعد بعد بسنتين طبعا لجأنا للمخاتير، المخاتير راحوا قعدوا مع البلديه وقالوا لهم طيب خلي صفوا على اليمين، يعني السيارات على يمين الشارع، ويخلوا الشمال فيش في صفات. ففعلا صفينا على اليمين، لقينا انه المخالفات عمالها بتجينا بعد سنه وسنتين وثلاثه 60 و70 و80 الف شيكل، يعني غرامات عاليه. فكان في عندنا في مجموعه الواتساب ناس بتقترح يعني يا اخواننا بدنا حل، مش لاقيين حل، شو بدنا نسوي؟ فكان اقتراحات يعني اراء، نسمع اراء بعضينا انه السيارات يوقفوا في البلد ونعبر عن رفضنا ونوصل صوتنا للناس المسؤولين. طبعا عدوا هذا الاشي تحريض. قلنا لهم احنا ما بنحرض، احنا كل شيء بنسويه ضمن القانون، يعني زي ما مسموح في تل ابيب يوقفوا وقفه سلميه، يتظاهروا، يعبروا عن رفضهم لسياسه معينه او لظلم معين، احنا كمان من حقنا انه نعبر عن رفضنا لهذه السياسه تاعت البلديه، المخالفات اللي بخلفونا اياها. طبعا بخلوا المخالفات سنه او سنتين، بضلوا كل يوم يصوروا السياره، يصوروها، بتتراكم الديون على المواطن وبالنهايه ما بيقدرش يدفع. فاحنا يعني في مشكله حقيقيه، واحنا نتمنى من الله انه اخواننا المحاميين كمان يعني يتعاونوا معنا ويجدوا لنا حل، لانه فيش بيت في سلوان الا عليه غرامات وغرامات عاليه، وبتم الحجوزات على اصحاب المخالفات. نعم، بارك الله فيك. نعم، تحيه معي على هذا الاساس. طبعا واحنا هذا الحكي قلنا لهم ما فيش اي تحريض، واحنا حكينا الكلام هذا في مجموعه فيها 600 واحد، احنا بنحكي في ضمن القانون، في ما بنخرج عن القانون. طبعا ومضوني على كفاله، وبدهم يعطوني ابعاد عن سلوان او اعطوني ابعاد عن سلوان. فانا قلت لهم ما فيش محل اروح، فاعطوني ابعاد على الطوري 7 ايام ممنوع اكون في سلوان. فكروا انه هذا الاشي يعني خلال هذه الايام الجاي انه احنا بدنا نسكر الشوارع والى اخره، وقلنا لهم لا، ما بده يصير هذا الحكي. واذا هذا الاشي بده يصير طبعا بده يصير اشي ضمن القانون، ما بنخرج عن القانون عشان احنا ما نتحكمش او ما نتحسبش على هذا العمل. بارك الله فيك.